عندي وانا بعد شارع الفاروق. بعدين الناس ما تعلمت على الطبع المغني فتح المحل وشعوها ما عيب وشعوها هاي شيء احسن شيء ماكو منه احسن ما وحدة مديدة من بعد كل شيء ماكو. بداية المشروع كان اكو شوية استغراب على انه بنت تفتح محل داخل محافظة نينوى، انه كان شيء غريب وبعد تحرير وهاي وصغيري. بس بالمقابل انا شعرت تشجيع كثير كبير.